احترام متابعينا، التغطية متواصلة ومستمرة، وزيارتنا كذلك لمنزل الكبير هتان بهبري العائد أو الذي أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. معي في هذه اللحظات أحد الحاضرين كذلك لتقديم التهاني والتبريكات للاعب الاتحادي هتان بهبري بعد إجراء العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح، ابن خالة هتان بهبري ياسر علي. نرحب فيك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب، نقول لك مساء الخير. مساء النور عليكم وعلى الجميع وعلى الحضور وعلى اللاعب المبدع هتان بهبري. ياسر، ولد أختك يجري عملية جراحية تتكلل بالنجاح، ماذا تود أن تقول له؟ والله الحمد لله على السلامة قدام العافية. وأول ما سمعنا أنه بيسوي عملية طبعا العائلة كلها تأثرت من الخبر هذا، وكنا معاه نحن الحمد لله يعني الأهل وقت العملية وقبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية، والحمد لله أنه تمت الحمد لله العملية بنجاح الحمد لله. ردة الفعل من قبل الذين كنت متواجدا معهم في لحظة صدور الخبر كيف كانت وكيف تختصرها لنا؟ والله يعني الوالدة يعني بصراحة يعني كانت متأثرة، والدة هتان كانت متأثرة يعني بالعملية، والحمد لله قلنا إن شاء الله بإذن الله، الدعاء إن شاء الله لهتان إن شاء الله بإذن الله وتنجح إن شاء الله العملية والحمد لله، وهذا هو المهم الحمد لله على كل حال. جميل جدا، إذن الحمد لله على سلامته، وانضم والدته من هذه القناة التي ترصد الزيارة من قبل المكان الذي يجلس فيها هتان بهبري. نكمل معك أستاذ ياسر، تحدثت لي عن ردة الفعل وكذلك عن كيفية الوضع عندما صدر خبر إجراء هتان أو أن هتان يحتاج إلى تدخل جراحي. الآن هتان يجري عملية جراحية تتكلل بالنجاح، طمن العائلة جميعا عن هتان بهبري بعد إجراء العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح. إن شاء الله بإذن الله، والعائلة ما شاء الله تبارك الله كانوا متواجدين قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية، وما شاء الله تبارك الله الأهل ما شاء الله تبارك الله يعني على مدار اليوم كامل سواء في المستشفى أو زيارة هتان في البيت، ونحن الحمد لله يعني ما شاء الله الوجيهة الطيبة هذه موجودة، والأهل برضو ما شاء الله تبارك الله كلهم موجودين، فالحمد لله على كل حال الحمد. قبل أن تكون زيارتنا هي إعلامية أو ليس بحثا للشهرة، إنما هو واجب مسلم على مسلم، وهذا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهة نظرك الشخصية في عودة هتان ما بعد الإصابة عندما يعود للركض على الميادين الخضراء، هل سيقتنع به الرجل الأسباني راؤول القادم من بلاد الثيران؟ والله يعني لا مدحا ولا مجاملة يعني في هتان ما شاء الله تبارك الله، وأنا أعرف وأنا صغير كنا نطلع الاستاد أنا والوالد وهتان وأخوان هتان، وما شاء الله هتان يعني لاعب ما شاء الله، هو صغير لاعب مبدع لا يشق عليه غبار، وإن شاء الله بإذن الله اتشافى أول حاجة إن شاء الله بإذن الله يقوم بالسلامة ولا يستعجل على شو اسمه هذا على القومة، وبإذن الله إن شاء الله هيرجع وحيقتنع فيه المدرب زي ما اقتنع فيه المدرب المنتخب السعودي ريكارد، حيقتنع فيه أكيد المدرب الأسباني لأنه حتى غني عن التعريف، لاعب يعني مبدع بكل ما تعنيه الكلمة. أتمنى له إن شاء الله الاستمرارية والنجاح إن شاء الله والتوفيق إن شاء الله. لأنني التمست من كلامك أنك تريد القول بأن المعرف لا يعرف يا راؤول، كلمة أخيرة توجهها أو تريد أن تقولها قبل أن نختم هذا اللقاء؟ أول أشكر الأخوان وأشكركم أنتم بالذات على حضوركم، وإن شاء الله بإذن الله لاعبنا المبدع وابننا يقوم إن شاء الله بالسلامة، ونشوف إن شاء الله في المستطيل الأخضر إن شاء الله يبدع كما كان وأحسن إن شاء الله بإذن الله، وأشكركم وأشكر الأخوان على الحضور. ونحن كذلك الشكر لله أولا ثم لكم أنتم ثم لنا، هو واجب ليس إلا نقوم به بعد زيارتنا للكابتن هتان بهبري. بعد لحظات قليلة من الآن مشاهدين الكرام، الصورة لن تنقطع ولا داء مستمر، هتان سيكون هو ضيفنا، لكن قبل ذلك نأخذ الملقب بخالد الغامدي نجم النصر، لحظات قليلة من الآن ثم بعد ذلك العودة مشاهدين الكرام.